أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا والذين آمنوا معك لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الذين كذبا إن عدنا قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Oke, udah. Udah. Yang kedua. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Qura pendek, yang baca panjang ya. Qura aman. Mana deh? Walau anna qura aman. Dua ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Enggak baca dia pun lah. Mana? Enggak baca dia pun lagi lah. Baca wajah panu sebab dia bermula juzuk eh.
Kalau mana juzu baca panjang sikit ayat pertama itu baru tukar ayat tu. Walau kuro panjang. Betul dah. Teruskan. Tak ni baca ayat tambah lah maknanya. Tak tukar ayat tu lah. Boleh walakin boleh. La fatahna alaihim boleh. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم يلعبون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم أمن أمن يعني ini masalah mak tu mak jadi panjang sopan. Au amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ أَوْ لَوْ نَشَاءُ وَأَصَبْنَاهُمْ وَأَصَبْنَاهُمْ أَلَّوْ نَشَاءُ وَصَبْنَاهُمْ بِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. تِلْكَ الْقُرَى عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِنَا يؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من أهل وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول كنا تباسكي عاقبة فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. أوكي boleh anak sila. Anak buka mikrofon. Tak buka mikrofon. Kan tak buka mikrofon tu. Haqiqun alayya an la aqula ala Allahi illa al-haq. Qad jibtukum bibayi. قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. مَعِي بَنِي كَمَعِيَ مَعِي هَيَا فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ.
Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. اوكي بولي. هذا سلام. الله الرحمن الرحيم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنت gini dia apabila hamzah dengan hamzah bagi hatah dalam satu kalimah hamzah pertama dia panjang lepas pada panjang hamzah pertama hak hamzah kedua tu dia jadi tasil. Aha mantum gitu. Qala fir'aunu aha mantum. Dua harakat ya. Aha mantum. Qala fir'aunu به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون
لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أوذينا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Okey. Wajah kedua sila. Ni ada baby. Wajah kedua kan baca ni? وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. أذكر حمزة بني إسرائيل. بني؟ بني إسرائيل. وَلَا مَنَّا وَلَا نُرْسِلَنَّ لَكَ وَلَا نُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا
يَعْرِفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بما صبروا ودمرنا ما كان فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Okay, sila. Poin yang kedua, lagi sila. Sambung. Apa dia ni? Kasar. Sila, kasar. Mikrofon. Kak Nak ke Kak Asah? Kak Asah. Kak Asah. Buka mikrofon. Tadi Amu tutup sebab bunyi suara Amu tutup. Tadi waktu buka dah ni. Tak ingat Amu lah. Ah, boleh ada. Allah. Wajawazna bi bani Israel. Kejap, kejap. Oh ya Allah. Nanti duduk. Jatuh. Jatuh. Okey deh. Okay, sila. Wajawazna bi bani Israel al-bahra fa'atau ala qawmi ya'kufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahumu alihah. Qala innakum qawmun tajahalun. Inna ulai apa nak ya ha ula inna ulai mutabbarum ma hum fihi wa batil apa berarti tu inna ulai mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Qala aghayra Allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'ala al-'alamin. Qala aghayra Allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'ala al-'alamin. Wa faddalakumu 'ala al-'alamin wa id anjaynakum min ali anjaynakum wa id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adab. Amin mana tu yasumu boleh ya. يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم عذاب العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك قال لن تراني أرني انظر ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ Okey, sila. Anak ke? Buka mikrofon kat anak. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhuz ma ataituka wa kum minasy syakirin وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا عَمِلْنَا وَإِنْ يَرَوْا تَايَهُ لَا تَخِذُوهُ جَمَعًا
وَيَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْنَهُ لَا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِ وَلَا يَهْدِي أَيْنَ سَأَلَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ لَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ الرحيم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجبتم أمر ربكم وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن اتخذوا العجل سينام بهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ورحمة للذين هم لربهم يرهبون
وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمُ لِرَبِّهِمُ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمُ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي لكل ما فعل السفهاء منا صوت بالله أتهلكنا لكل بما فعل السفهاء منا إنا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء فرحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل في التوراة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينهاهم عن المنكر ويحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إلى ويا ketiga Kak Sah. Apa tu Kak Sah? Tahu Kak Sah. Tu kau ya mana? Tak dengar tu mesti dia tak dia tak ada tu. Line dia putus tu dia tak koyak tu. Hello. Saya tak dengar. Ya baca tak apa tak ada. Eh? Tak ada dengar hujung tadi. Ada ke dulu. Kau saya mati. Tak apalah muka. Ya besok kau tak ada apa nak.
Yalah. Cik Iyah yang masalah dia tak biasa kota lagi. Kota gapo? Di saya lah, di kota dengan orang lain lagi ke. Di kota yang kanak. Di kota yang... Kanak. Kanak ada tak apa. Gana kerasa tak ada ni? Susah ni bapa eh. Betul lain dia. Dia ada lain dia berwarna. Tak nak terus. Ambil bateri telefon kak nak baca kak nak. Kak nak baca mana eh? Wakotokna ke? Kotokna hu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hello? Bismillahirrahmanirrahim. Asah mak ila. Baca baca dua dua. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ ketiga panjang wajah pakai wajah pertama lah muka wajah ketiga ni panjang wajah wajah pertama tak apa wajah pertama banyak tak apa. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا تُغْفَرْ لَكُمْ خَطِيئَاتُكُمْ تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Okey. Sila. Kak nak? Qalat ummatum minhum limata'izuna. Wajah ketiga.
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمُ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهِ مَنِ اللَّهِ Wajah keempat kan nak? Wajah ketiga pula. Wajah keempat. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمُ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهِ إِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمُ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهِ قَوْمَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمُ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهِ قَوْمَ اللَّهِ قَوْمَ اللَّهِ قَوْمَ اللَّهِ نُون نُون قَوْمَ اللَّهِ آه قَوْمَ اللَّهِ Oh iya iya masa got itu. Wa idh ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum muhlikuhum aw mu'azzibuhum 'adzaban shadida أو مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا مهلكهم لما تعذون قوما الله اسم لك أنا وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم مهلكهم أو معذبهم عذابا مهلكهم أو معذبهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ dia betul فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ مَنْ بِلَامِ بِسِن وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِسِبٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ بِسِن بِمَا كَانُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِئِسٍ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِئِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِئِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ
Wa idh ta'azzana rabbuka layab'athanna 'alayhim ila yaumil qiyamah. Wa idh ta'azzana rabbuka layab'athanna 'alayhim ila yaumil qiyamati man yasumhum su'al 'adzab. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim wa qatta'nahum fil ardi umama minhum salihun wa minhum duna dhalik وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين